السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه لذيذه جدا، هي هنعمل كوكيز، بس هقول لكم دلوقتي هنعمله بشكل ايه. اول حاجه علشان نعمل الكوكيز ده عايزين 3/4 كوبايه سمنه، وعايزين بيضه، كوبايه سكر، و3.5 كوبايات دقيق، ونص كوباية جلوكوز أو شراب الذرة الكورن سيرب، وعايزين فانيليا. أول حاجة عايزين نحط السمنة بتاعتنا 3/4 كوباية، طبعا دلوقتي المحلات اللي بقت تبيع ادوات تزيين كيك بقت كتير جدا، وبيبيعوا حاجات حلوه جدا جدا، والموضوع عمال بيتطور بسرعه وبتطلع حاجات حلوه قوي. وانا هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه، حاجه حلوه هتعجبكم ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا حطينا السمنه وهنحط السكر، هنخفقهم شوية. طيب هنحط البيضة، وهنحط معاهم الفانيليا، بعدين هنحط الكورن سيرب أو الجلوكوز أو شراب الذرة. وبرضو ده موجود في المحلات بتاعة مستلزمات الحلويات وفي السوبر ماركت. ناخد بقى الدقيق اللي عندنا، احنا مش حاطين ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا اي حاجة، هنحط الدقيق بس تخلص الكمية اللي احنا ضايفينها. بننزل الكمية يعني بالتدريج بننزله، تمام كده. طيب دلوقتي عايزين نجيب ورق زبدة، طيب دلوقتي أنا لقيت بيتباع قطاعة، القطاعة دي على شكل عروسة المولد، فقلت بقى انه اكيد الكل هيعمل سمسميه وهيعمل بندقيه وهيعمل لوزيه، خلينا احنا نعمل حاجه مختلفه. هنعمل ايه؟ هنعمل ناخد القطاعه بتاعه عروسه المولد، ولو مش موجوده القطاعه عايزين قلم بس هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. لو مش موجوده القطاعه هناخد دلوقتي، المهم هنستعمل القطاعه وبعدين هوريكم لو مش موجوده هنعمل ايه. طيب هناخد بس شويه من العجينة وهقطعها على شكل انا بس بحاول اديكم حاجات كده يعني افكار تكون جديدة ومختلفة عن الحاجات التانية. حاجات تانية جميلة طبعا، بس للي بيحب الحاجات المختلفة شوية يجي يحب الحاجة يعني هيحب اللي احنا هنعمله النهاردة. طيب انا هفرد العجينة بتاعتي، هنفردها تقريبا بالسمك ده، وبعدين هناخد الشكل بتاع العروسة اللي عندنا وهقطع الشكل بتاع العروسة بالشكل ده، وهناخدها نحطها في الفرن على درجة حرارة
180 بتقعد تقريبا 12 دقيقة. تمام، بعد ما خبزناها هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشيل دي، خلاص هي اتخبزت وبردت. هناخد العجينة البيضة اللي عندنا وهنفردها هنفرد العجينة البيضاء وبعدين هنقطعها بنفس القطاعة اللي قطعنا بيها الكوكيز على شكل عروسة المولد. اوكي، هناخدها بقى نقطعها بنفس القطاعة، قطعة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين اهي. وهاخدها اجيب اي لزق عندي، سواء المية بسكر، ممكن تستعملوا مية بسكر، وهاخد العروسة اللي عندي وهلزقها على الكوكيايه، يعني هاخد القطاعة عجينة السكر اللي قطعتها بالقطاعة وهحطها على الكوكيايه اللي عندي، فهيبقى عندي الشكل ده. تمام، طيب دلوقتي احنا بنروح على الانترنت بتختاروا الشكل اللي يعجبكم من اشكال عروسة المولد. دلوقتي انا عندي اهي عروسة المولد اهي، نفس المقاس بالظبط زي ما انتم شايفين. هقطعها وهلزقها على عروسة المولد بتاعتي، هعمل معاكم واحدة علشان خاطر تشوفوا قد ايه الموضوع سهل، ابدا مش صعب. كل الورق اللي بقطعه الجزء الفوقاني ده، كل ده بقدر اكله، يعني دي اهي كده اهي ورقة تتاكل. هقطع بقى دلوقتي دي على شكل، يمكن ده احسن. اهي قطعناها كلها، سهل خالص قطعها، ابدا مش صعب اهي. ماشي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخدها وعلى الكوكيز اللي احنا غطيناه بعجينة السكر هاخده وهحط عليه شوية، ممكن تحطوا بس مية، بس شوية مية، انا بس عايزة حاجة تلزق لي الصورة الغذائية دي على الفوندان عندي على عجينة السكر. تمام اهي كده، وهروح واخدة العروسة وهفتح شيل الورق بقى اللي تحت، لان اللي تحت دي ما بتتاكلش، اللي فوق دي هي اللي بتتاكل، هي دي اللي انا اكلت حتة منها، دي اللي تحت دي ما بتتاكلش، دي هنشيلها وهناخد دي وهحطها هنا بالشكل ده اهي، وهبقى انا عملت كوكيز جميله جدا لعروسه المولد اهي. ونفس الفكره بقى طبعا لو تحبوا ممكن تعملوها للحصان كمان. بتمنى تكون الفكرة عجبتكم. دلوقتي احنا هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان اوريكم لو ما عندكوش القطاعة دي احنا ممكن نعمل ايه. شوفكم بقى بعد الفاصل ان شاء الله.
اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنوريكم لو مفيش موجوده القطاعه عندكم ازاي ممكن نعمل الفكره دي، بس بطريقه لطيفه جدا. انا انبسطت ان انا عملتها بصراحه لانها عجبتني. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه، ما عنديش قطاعه وعايزه اعمل عروسه المولد، او عايزه اعمل اي حاجه تانيه وما عنديش القطاعه بتاعتها، فهي مش قصة. هنعمل ايه؟ هناخد ورقة وقلم وهنرسم الشكل اللي احنا عايزينه. انا مثلا هرسم كده بالشكل ده كده، كده رسمت نص عروسة. تمام، هجيب بقى المقص وهقص النص عروسة دي. هي مش نص عروسة، هي عروسة بس من غير راس. هقصها كلها كده، همشي ورا القلم اللي انا رسماه. اللي ما بيعرفش يرسم ممكن يشفها من على الكمبيوتر او يشفها من اي صورة، كتاب، كراسة، اي حاجة عندكم فيها الصورة. انا بس هنعمل الرقبة شوية طويلة، طولنا الرقبة شوية. كده احنا رسمنا الشكل اللي احنا قصيناه زي ما انتوا شايفين اهو. دلوقتي هنفرد العجينة بتاعتنا اهي، مفرودة هنا. وهناخد سكينة وهاخد انا رسمة من بره، فانا هخليها بره، انا مش عايزة اعمل كده علشان القلم، لازم نخلي بالنا القلم ما يجيش على العجينة. هنخليها كده زي ما احنا رسمينها وهحطها هنا كده، وهمشي ورا الرسمة بتاعتي بالسكينة. يعني هنعمل كده كده اهو كده، سهلة ومش صعبة خالص، والفكرة قد كده بسيطة، وبتقدروا تنفذوها على أفكار كتير مش بس على العروسة زي ما احنا عاملين النهاردة. وإحنا مش حاطين ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا في العجينة، فهي مش هتنفش، يعني هي زي ما احنا حاطينها هتاخد نفس الشكل. تمام كده اهي. هنشيل بقى كل الزيادة دي، وبعد ما اشيل الزيادة هاخد نفس الورقة بتاعة الزبدة اللي عندي زي ما هي، هي دي اللي هحطها في الصينية. يعني انا هعمل كده وهشيل دول وهروح شايلة الورقة دي كده اهو، هشيل الحتة الزيادة اللي هنا وهاخد ورقة الزبدة دي، الورقة دي زي ما هي بس طبعا من غير دول، زي ما هي هي اللي هحطها في الصينية عشان انا مش عايزة اشيل الفستان واغير من شكله. فزي ما هي هاخدها واحطها في الفرن وهخبزها برضو على درجة حرارة 180. هعمل كمان قطاعات بشكل مدور، يعني هقطع قطاعات بشكل مدور عشان عروسة المولد بيبقى عندها زي دواير كده هنا وهنا وفوق، وعشان كمان الراس. بعد ما هخدتها هزينها بعجينة السكر، او زينوها بالطريقة اللي تعجبكم. انا عايزة بس يعني قلت لكم الفكرة وعايزة اوريكم انا عملت ايه، بس النهاردة مش هركب العروسة دي على بعضها، بركبها في الحلقة الجاية ان شاء الله. بس عايزاكم تتخيلوا اللي احنا عملناه. انا عملت هنا الراس وطلعت بالشكل ده، عملت لها عينين وعملت لها مناخير وعملت لها بق
وعملت الدوائر اللي احنا عايزينها برضو عملتها بالشكل ده، عملت 3 منهم. وبعدين ده الفستان في الاخر اللي احنا قطعناه مع بعض اهو، ونزلت لها التين. معلش حصل خير اهو، ده شكلها. هنا بنحط دي كده، وهنا بنحط دي كده، وهنا هنحط دي كده. بعدين هنلزقها كلها بالرويال ايسنج، ودي مفروض بتتحط هنا كده، بس طبعا هي مش متلزقة دلوقتي يعني. وبنركب لها الشعر، بتبقى عاملة كده، بس برضو هي مش متلزقة، فيعني انا بس عايزاكم تتخيلوا منظرها. هنعملها المرة الجاية، هلزقها في بعض. النهاردة ملحقتش هلزقها، هلزقها وهحط لها حواليها العرايس الصغيرين اللي عملناهم، بس مش دلوقتي. بتمنى تكون فكرة عجبتكم، هي سهلة خالص زي ما انتم شايفين، وطلعت لنا حاجة حلوة اهي. وطبقوها بقى، ويلا ورينا تطبيقاتكم. هنطلع بقى دلوقتي فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل بقية أفكارنا. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. الفقرة دي ما فيهاش وصفة، الفقرة دي فيها برضو افكار. احنا عملنا قبل كده معاكم الجينجر بريد هاوس من 2 سنين، وبتقدروا ترجعوا للحلقة تاني، موجود فيها كل المقاسات بتاعت البسكوت اللي عملنا بيه البيت. النهاردة بقى هنطور ونعمل الجينجر بريد فيليج، او القرية بتاعت بيوت الجنزبيل. عملنا البيتين دول بنفس المقاسات اللي عملناهم قبل كده، وقسمت المقاسات بالنص، وعملت كمان بيتين صغيرين عشان تبقى باينه ان هي قريه كده مليانه بالبيوت. وحطينا كمان القطر ده كده زي ما انتم شايفين، ودخلنا انوار، وحطينا السنو مان ده اللي عمال بيلعب. لزقت طبعا الكلام ده كله بالرويال ايسنج. الرويال ايسنج هو عباره عن بياض بيض بنحطه، بنحط معاه يعني تقريبا كل بياض بيضة بياخد كوباية سكر، وهو ده اللي لزقت بيه بيوت الجنزبيل اللي عندنا. عملنا كمان من البسكوت، عملنا شجر الكريسماس، وبرضو هنلزقه حطينا عليه خرز كده زي ما انتم شايفين بيلمع، وهنلزقه برضو بالرويال ايسنج. والحاجات دي كلها عملتها مع نهلة. نهلة طبعا طلعت عينها النهارده وهي بتشتغل في الحاجات دي. هنلزق برضو الحاجات دي برضو، ممكن دلوقتي هي عشان هتاخد وقت، احنا بس هنحطهم كده علشان خاطر انتوا بس تشوفوا شكلهم بيبقى عامل ازاي. يعني هنحطها دلوقتي كده، وبعدين هنبقى نلزقها ونوريكم الشكل النهائي بتاعها في الحلقات التانية. هنفضل عارضينهم طول الوقت. وعملنا كمان ده بالقوالب السيليكون، شجر كده صغير. وعملنا كمان ده برضو بقوالب السيليكون، ده كده ممكن نحطه مثلا فين، ممكن نحطه هنا. ودخلنا نور زي ما انتوا شايفين برضو ماشي كده على كل الفيليج بتاعتنا بتاعت الجينجر بريد. وممكن كمان في الاخر خالص نحط شوية من القطن اللي عندنا ده، اللي هو يعني دون كده بيدي برضو منظر حلو، والنور كده بيبقى باين من تحتيه. هي فكرة حلوة. أنا مرضتش أعيد لكم تاني البيت، لأنكم عملنا عنه حلقة كاملة زي ما قلنا. فالنهاردة حبيت إن إحنا نعمل فكرة بالبيت، وهي فكرة لذيذة زي ما أنتم شايفين. يعني هي الحلقة النهاردة كلها أفكار بس. هنحط بس ده كده هنا في كل مكان، وبعدين بعد كده بقى هنثبته، وهيفضل معانا في الحلقات اللي هنقدم فيها الكريسماس بتاعتنا.
كده اهو. وممكن كمان تحطوا قطر بيتحرك، يعني مش بس يكون قطر ثابت زي ده، ممكن تحطوا كمان قطر بيتحرك بيبقى لذيذ وبيمشي، بينبسطوا بيه الولاد وبيبقى شكله حلو وبينبسطوا بيه الضيوف. هي دي الفكرة بتاعت الفيليج بتاعت الجينجر بريد. وحتى الأنوار دخلناها جوه البيوت، فبرضو من قريب كده هتكون بتنور. حلوة الفكرة، عجبتني يعني، بتمنى انها تكون عجبتكم كمان. هكمل انا بس دول هحطهم كده، ودلوقتي هنطلع بس فاصل. انا قلت لكم هي الفقرة دي فكرة، هنطلع دلوقتي فاصل عشان خاطر بعد الفاصل هنستقبل الفائزة برضو معانا في مسابقة جنة، عشان نشوف عملت لنا الفائزة بتاعت النهاردة فكرة فيها تفنن. ايه بقى هي الفكرة؟ نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف معانا الفائزة بتاعتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا دلوقتي سالي. سالي كسبت في مسابقه جنه معانا، عملت وصفه حلوه، وهي النهارده جايه تورينا عملت ايه. ازيك يا سالي؟ ازيك، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. تمام. هو الجو بصراحه في الاستوديو هنا لطيف جدا جدا، وهي سالي لطيفه جدا. ربنا يخليك. وان شاء الله الحلقه تمشي للاخر حلوه زي ما ابتدت حلوه ان شاء الله. اكيد طبعا. هتعملي لنا ايه بقى؟ انا هعمل، هي رز بالخلطه الناس كلها بتعمله، بس انا عاملاه بشكل فيه جمالي شويه، عاملاها على شكل قلوب، وعاملاه ثلاث الوان عشان يبقى طبقات، ومعاه طاجن لحمه بالمكعبات البطاطس والمكعبات البتنجان. يعني معلش هو صوتي عشان البرد انت عارفه، ف سلامتك سلامتك. طيب انت دلوقتي استعملتي طبعا سمنه جنه في الرز؟ طبعا استعملته. الرز انا عندي ثلاث انواع، رز ابيض عادي معمول بسمنه بس كده والملح. اوكي اوكي. وعندي عندي هنا بقى رز ده اصفر، بيتحط عليه طبعا الكركم وعليه شويه بابريكا مع البصل، بشوحه الاول مع فص ثوم عشان يدي تست عالي، وبعدين بحط الفلفل الاسود وبحط البابريكا والكركم. اوكي تمام. واللون الثالث بقى اللي عندي بيبقى بني، فبحط عليه برضو بصل وفصين ثوم كده حلوين، وبعدين القرفه وصويا صوص، وبعدين بحط الرز، فبيطلع اللون بتاعه كده حلو قوي. تمام. الفكره في الطبق ان انا بعمل ثلاث الوان مختلفين، فهو ده اللي بيدي الشكل يعني. طيب بالنسبه لطاجن اللحمه اللي احنا هنعمله، طبعا الاول عايزين ايه؟ السمنه. اتفضلي. انا عايزه بس ايه المعلقه. حاضر، ثانيه واحده. اتفضلي. تمام. نحط بقى السمنه في الحل. احنا هنعمل البصل وهنحط اللحمه تاخد اللون بتاعها، وهنحط، وكمان على فكره الفكره كلها ان احنا هنحط البطاطس والبتنجان مقليين، مش هنحطهم كده يعني. اوكي، يعني البتنجان مقلي هو والبطاطس بالظبط. طبعا نص قلي علشان هو اوريدي هيتحط في الفرن، فهياخد سوا في الفرن يعني، فما يبقاش الموضوع ايه. تمام. حطيت البصل، ياخد بس تقلبتين كده، وابدا انزل عليه بالثوم. طبعا اللحمه اللي بنستخدمها هنا هي لحمه الكباب الحله. مقطعها مكعبات متوسطه يعني، مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، تقريبا يعني تقريبا كده البطاطس مع المكعبات اللحمه مع مكعبات البتنجان كلها نفس السايز، في تناسق. ابدا احط توم. التوم يعني تقريبا فصين توم، شيله لك ورا عشان ما تتلخبطيش. تمام. ياخد تقليبتين بس كده على النار، وبعدين ابدا اضيف اللحمه، تاخد الصدمه بتاعت الحراره.
تمام لغايه بس ما اللون الوردي بتاعها ده يروح، وبعدين ابدا انزل بقيه البهارات بتاعتي. طبعا البهارات بقى كل واحده يعني على حسب ما بتحب البهارات مع اللحمه يعني. انا يعني حاطه البهارات. بتعملي ايه؟ بحط القرفه، الحبهان المطحون، ورق اللورا، بحط طبعا فلفل اسود ده اساسي، كزبره مطحونه، ده ايه في ده؟ ناس بتحب تجيب بهارات اللحمه، ده مكسرات مطحون. مكسرات مطحونه ليه بقى؟ ما هو بص، طالما رز بالخلطة يبقى فيه مكسرات. اوكي تمام. بس عشان انا عامله قلوب يعني مغيره شكل الرز اصلا، فقلت طحنت المكسرات بعد ما حمصتها شويه، طحنتها ناعم علشان اقدر احطها فوق الرز، لان لو سليمه هتشوه شكل القلب خالص يعني. تمام، هي كده بدات اهي اللون بتاعها يروح. نبتدي نحط بقى ايه الحبهان المطحون، وطبعا نستخدم معلقه افضل عشان نعرف الفلفل الاسود. ده القرفه، مش ده فلفل اسود؟ لا، حبهان مطحون. يبقى انا عكست. الثانيه كانت بهارات، وده جوز الطيب. طبعا هو يفضل جوز الطيب ان احنا ايه، جوز الطيب يفضل ان احنا نجيبها بلح ونبشرها دايركت على طول. نجيبها ايه؟ بلح. اسمها بلحه. لا والله. بلح جوز الطيب دي بتتجاب من عند العطار طبعا، تتجاب الواحده. ما انا عارفه. بس اول مره اسمع بلحه. لا، هي بنسميها بلحه جوز الطيب. والله ومنكم نستفيد. شفتي؟ بلحه جوز الطيب. تمام، نبدا نحط ورق لورا، نبتدي نقلب، ياخد بس التست بتاع البهارات. تمام كده. نبدا نحط بقى الملح، ده الاساس يعني. هي دي لحمه بتلو فبتستوي بسرعه، مش بتاخد اي وقت على النار. هي كمان لما هتتحط في الفرن شويه بسيطه كده، في طواجن انا هقدمها، في طواجن صغيره يعني، ممكن نستخدم طاجن كبير، ممكن نستخدم طاجن صغير، مفيش فيه مشكله يعني، بس انا هقدم يعني طاجن صغير عشان يبقى حلو في وسط القلوب اللي انا عاملاها. سبحان الله، في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده، في ناس بيحبوا الاثنين. في انه ممكن ناخد شويه ناس صغيرين بس عشان الميه بدات تنشف. اتفضلي. اوكي، حطي انت اللي يريحك. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن من غير طاجن صح؟ ممكن من غير طاجن، مفيش مشكله يعني، مش لازم ندخله الفرن، لان هي اوريدي هي لحمه بتلو، عندي البطاطس والبتنجان مستوي بالظبط، فاحنا ممكن اللي حابب يحطها في الفرن، اللي حابب يحطها في الفرن بس يعني تاخد تيست الفرن بس كده مع الطاجن بس، ما فيش مشكله، لكن انا ممكن اقدمها كده. طيب، هتحطي دلوقتي البطاطس والبتنجان ولا كمان شويه؟ لا تمام، يعني هي بدات تخش في السوا فعلا. دي البطاطس اهي دخلناها اهي، والبتنجان على فكره لما نيجي نقليه هي معلومه في ناس كتير يعرفوها يعني، لازم نبدره بالدقيق كده علشان اولا ما يشربش زيت، ثانيا بيخليه كريسبي شويه من بره. تمام، يعني نقلبه تقليبه بسيطه بس عشان ايه. طيب هو طبعا نوطي إيه؟ بس عليه. طيب سيبه حبه صغنطتين كده. هتحط لها ايه تاني؟ اللحمه ايه؟ في حاجه تانية هتحطيها؟ لا خلاص كده. طب حط الرز بقى طبعا. احنا قلنا صينيه. بالظبط، ده السيرفيس بتاعي اللي انا هقدم فيه. اوكي، ودي اي قطاعات بقى، بس انا جايبه شكل قلوب. انا دلوقتي هعمل قلب. تمام، طب خلي الطبق
خلينا انا احطه بس كده. تمام. اه هعمل بس القلب، اقول انا عملته ازاي. اه يا ريت اجيب لك البني. لا الاصفر. الاصفر مع الابيض. مع الابيض هعمله. هعمل ثلاث طبقات، طبقتين صفر، واحده فوق وواحده تحت خالص، واللي في النص هتبقى بيضه. طب والبني؟ زي فكره الساندوتش. البني بقى القلب الزغنطوط اللي في الاخر ده. اه الحلو المطرف ده، الزغنن ده. طيب تمام، فكره حلوه قوي. في ولازم على فكره رز مصري، ما ينفعش البسمتي. صح، لان الرز المصري هو اللي سهل التشكيل، بيمسك. اه بالظبط، انما البسمتي طبعا الموضوع هيخرج من ايدينا. تمام، بضغط بقى كويس كده عشان. ممكن تضغطي بايدك لانك لابسه جلافز، مش مشكله. تمام، بعدين ابدا احط الابيض. على فكرة أنا يعني أنا بعشق الرز المصري أكتر من البسمتي. في لو أنا هعمل شكل بقدر أعمل شكل كويس، حتى المقلوبة أحب أستخدم الرز المصري. ما هي ما بتتعملش غير بالمصري. بالظبط. أه لا، في ناس شفتها عرايشية بيحبوا يعملوا بالبسمتي. ممكن. اه بس هي اصولها بالرز، أصولها بالمصري. بالرز العادي. اه مش بالبسمتي خالص. هو في الاخر كل واحد بيحب ايه، والطعم طبعا بيبقى مختلف كمان على فكره. طبعا. اه لانه ليه نكهه، البسمتي نكهته قويه. بس نكهته حلوه. بس المصري مصري طبعا. المصري مصري، البلدي بلدي بقى. طبعا. يعني ما تخيلتش نفسي مثلا باكل ملوخيه بالرز البسمتي؟ لا مثلاً خالص. يعني. لا لا، ايه ده. احنا ايه، ننظف كل حاجة في مكانها. حلوة. أوبا. طيب احنا دلوقتي بقى انا هغرف لك اللحمة. تمام. اوكي. بس هنغرفها بقى في الطاجن الزغنون ده. يلا. يسلموا ايديكي. فكرة حلوة بجد. وممكن يتعمل منها افكار تانية كتير. يعني انت اديتينا النهاردة فكرة حلوة بالزبط. باستخدام انا عملتها مرة نجوم. اه. وهلال. ايوه. رمضان بقى ده تتعمل. آه. في رمضان. صح. تمام. بس هي فكرة حلوة فعلا. كده بقى نبتدي نشد كده. ودي اهي نطفي بقى عليها. طلعت جميلة جدا. لا خلاص مفيش لازم. لا لان انت عملتي الصعب، يعني بينت لهم الصعب ازاي. بالزبط. فخلاص. وهنا بقى المكسرات اهي مطحونة اهي. اهي اديها لك. تفضلي. مع الفلفل الحراق. تفضلي. الحلو بتاعنا. فكرة حلوة بجد يا سالي. وفي يعني احنا كل النجوم بصراحة عملوا لنا افكار حلوة قوي. انتي احلى. ربنا يخليك كده. انتي نورتينا. وانتي وبصراحة الجو كان حلو بوجودك انتي النهاردة جدا. ربنا يخليك. انتي وعيلتك الجميلة ربنا يخليهم لك يا رب. وبدعتي بجد. طبق شكله حلو جدا وفكرته بسيطة جدا. شكرا نورتينا يا سالي. احنا دي كده تتحط كده كده تعمل حركات. تعمل حركات لون احمر كده بقى وحركات بقى. يسلموا ايديكي. كلك ذوق على فكره. ربنا يخليك. شكرا لمتابعتكم، وبتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. عملنا عروسه المولد زي ما انتم شايفين بطريقه سهله خالص. حطينا لها الشوجر شيت او الاوراق اللي بتتاكل، وعملنا كمان ديسبلاي كده حلو للبيوت الجنزبيل. روعه. عجبك؟ تحفه. مبهجة وفكرتها حلوة، ويمكن محدش قدمها قبل كده هنا في تلفزيون يعني عربي، فقلنا نعملها النهاردة. إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. بنشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة، وأكيد أفكار جديدة إن شاء الله. باي باي.